زرارة ابن أبي أوفى مساجد بكاها إمام تابع بوها صلاة الصباح وجمع تجيي ركعة دي ورمرق سورة فاتحة ودميي سورة المدثر بكو حجسيي مركو مريو فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ما لنت سورة عن كل فنبا إلى هيد وما لن علس وما لن علس ويام ما لنت عددك قال دانا كما أمفض ضبا إلى هيد آية دا مركو مريو إنك إمامك تابعك جليلك أو دعاية نفط بك بحدي سيدنا عمر مسايد النبي صلى الله عليه وسلم إن يرى شاب واركي أو صلاة الليل تكنايا أو صوتك كر وقادايا مركز عمر استاقى أو دقيسي يركي رمركو فاتحة دمييي وعقوع جسية والطور وكتاب مسطور في رق منش أو دقيسي عمر مركو مرى يركي را إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع هل كان مركو مرى عمر أوصوح أو دعي قرقي سيبا لقييي صدا ما الموضو حنوصنا حنونجي سنو حكيم دل موقين سيدنا عبد الرحمن بن عوف أي الله كان عنتي سقى صوما مركز سو قران كيبو كالفري وقبل الفطور ويان قران كيبو كالفري مركز سو أخري إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعام كأهل النار كأهل دكو الرميسا أيضا مركو تابتي سيدنا عبد الرحمن أوي إلا ما لنتا وفرك رواي سيدي بقص عذابين كي قاجو